اقول لي يا دكتور فعلا 200 كيلو زي ما خضتني انا، انت بتحس بتخض برضو ولا ايه اللي بيحصل؟ بص طبعا اكيد يمكن انا مش بتخض قوي لان احنا يعني المجال بتاعي وبشوف اوزان زي كده وممكن اكتر كمان، بس طبعا كل ما الوزن بيزيد كل ما انت تبقي قلقانه من المشاكل او المضاعفات، اوكي سواء في التخدير، لان طبعا احنا كل ما الوزن بيزيد كل ما ده بيبقى خصوصا كمان لو مريض السن عنده كمان لغد جامد، ده بيخلي تركيب انبوبه البنج عشان ياخد البنج تبقى صعبه شويه. نفس كلام العمليه، بيبقى نسبه الدهون اللي جوه البطن عاليه جدا، الكبد بيبقى عليه نسبه عاليه من الدهون بيبقى متضخم، ده بيخلي العمليه نفسها في صعوبه شويه ان انت تبتدي ان انت تبعدي الدهون دي عن المعده عشان تبتدي ان انت تصغريها، تبعدي الكبد عشان تبتدي مسرح العمليه بتاعك يبقى واضح. اوكي فطبعا في كل الظروف دي احنا بدانا نشوف المشاكل اللي بتواجهنا ايه في العمليات اللي من النوع من الاوزان الكبيره، بدانا نحط زي بروتوكول، يعني كل ده زي ما قلت لك هو ريسيرش، يعني انت بتشتغلي العمليه بتشوفي ايه النقط اللي ممكن تكون صعبه شويه بتحط ايدك عليها، طب ايه اللي ممكن يخلينا نقدر نعمله عشان نقلل المخاطر دي، كل الحاجات دي احنا بنقدر الحمد لله نعملها دلوقتي. يعني اهم حاجه مثلا بالنسبه دايما للاوزان الكبيره، دايما لازم يمشي على دايت او نظام اكل صحي قبل العمليه. بقد ايه يا دكتور يعني؟ يفضل بصي انا عايز اقول لك حاجه، على الاقل اسبوع. أوكي. بس طبعا كل ما الفتره هتطول كل ما هيكون احسن. فاهم قصدي؟ حلو قوي. الفكره كلها في ايه؟ ان انا بقلل الدهون على الكبد، بقلل شويه نسبه الدهون اللي جوه البطن شويه، فده كل ده بيخلي مسرح العمليات او المكان اللي احنا بنشتغل فيه العمليه يكون اسهل واحسن بكتير. حلو. نفس الكلام بالنسبه للتخدير، يعني ده السر او يعني زي ما تقولي كده الوصفه السحريه لاي مريض خصوصا لو وزنه كبير هيعمل عمليه او مقبل انه يعمل عمليه، هو محتاج الخطوه دي. هي كمان هتخدم عليه في التخدير نفسه، سواء في نفسه، سواء في تركيب الانبوبه بتاعت البنج، في كل حاجه. والكلام ده ايفيدنس بيزد، يعني احنا الكلام ده كله متجرب وشفنا الفرق ودرسنا الفرق بين ان انا امشي على بري اوبريتيف دايت نظام غذائي قبل العمليه او ان انا ما امشيش، الفرق شتان ما بين الاثنين كبير. يعني من كلام حضرتك ان ممكن نقول لو سمعنا الوزن كبير قبل كده نخاف، ولكن دلوقتي ما نخافش لان في احتياطات قبلها وفي شويه تكتيك كده بيخلي العمليه اكنه بالظبط وزنه وطبعا مش كبير قوي. ممارسه الجراحه يعني كل ما يكون نشتغل عدد حالات اكبر اوزان كبيره كل ما خلاص هو بقى طريقه سهل، عارفه لما تكوني انت رحت المشوار كذا مره فخلاص عرفتي حافظاه بقى وحافظه الطريق وحافظه كل حاجه.